الشيخ يقول أن التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات علم معلوم بالاستقراء. ما معنى استقراء؟ يعني العلماء قرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن التوحيد إفراد الله بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والأسماء والصفات. ظهر بعض الناس من الجهلة الحاقدين فقالوا هذه بدعة، توحيد ربوبية وألوهية أسماء وصفات هذه بدعة. بل قال قائلهم هذا كتثليث النصارى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. تثليث النصارى ماذا يقولون؟ يقول المعبود مستحق العبادة ثلاث أشخاص، الله ويسمونه الأب والابن عيسى مريم وروح القدس. والله جل وعلا يقول إيش؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالذي يقول الربوبية، الله منفرد بالربوبية والألوهية وأسماء الصفات، ويدعو إلى إخلاص الدين لله عز وجل وأن الله لا شريك له لا في أفعاله ولا في استحقاقه للعبادة ولا في أسماء ولا في صفاته، هذا كتثليث النصارى؟ هذا كتثليث النصارى؟ سبحان الله، عجيب أمر هؤلاء. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ربوبية أولوهية أسماء صفات؟ لا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله في كتابه، لم نبتدع شيئا، هذا من دين الله. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وهذا من الدين أو ليس من الدين؟ من الدين، فهو جل وعلا رب العالمين وهو الإله الحق وإلهكم إله واحد. والله يقول جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، ويقول وله الأسماء الحسنى، ويقول الله جل وعلا ولله المثل الأعلى، يعني الصفات الأعلى لله، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، ويقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. بل قال في آية واحدة من آية إيه؟ سورة مريم، إيش هي؟ قلت قبل قلها رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا ربوبية، فاعبده واصطبر العبادة، هذا ألوهية، هل تعلم له سمية، هذا اسماء وصفات. فلا يهزك أحد ويقول أنت مبتدعة، أنت الرسول ما قال ها ربوبية وألوهية أسماء وصفات، هذا كله لجهلهم أو لحقدهم أو لأنهم يريدون ترويج الشرك حتى يدخلوا من ليس من أهل التوحيد بالتوحيد. حتى إبليس على تقسيمهم أن من أقر بربوبية الله بأن الله هو الرب هذا يعتبر إبليس موحد ولا لا؟ وقد قال هذا بعضهم، قال إبليس مؤمن كبير أكد يقول، وإبليس ما كفرش يقول. لماذا؟ قال لأنه يقول إبليس أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، يقر بأن الله خلقه، إذن إبليس ما كفرش، إبليس ما كفرش. هؤلاء يفهموا التوحيد؟ ما فهموا التوحيد ولا قرأوا كتاب الله، وإذا قرأوا لا يفهمونه. كيف يقول الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهذا يقول إبليس ما كفرش، هذا فاهم شيء؟ وأنا متأكد أنه قرأ الآية هذه لكنه إيش؟ لا يفقه، نسأل الله العافية. نعم تفضل.